السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة حصلت بالفعل في المقابر، كانت تجربة شخصية لأحد المتابعين. لكن في البداية، لو كنت بتخاف من قصص الرعب، أنصحك ما تكونش قاعد لوحدك، لأنها من القصص الحقيقية المرعبة. قبل ما نبدأ القصة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اسمي أحمد، بدرس في كلية الآداب في المرحلة الثالثة. في يوم من الأيام سهرنا أنا ومجموعة من صحابي في أحد الكافيهات، اندمجنا وعدى الوقت بسرعة. بصيت في ساعتي، كانت الساعة 10 بالليل، ونبهت أصحابي إن الوقت اتأخر، وبالفعل كنا في الشارع بعدها ب5 دقايق، وكان كل واحد فينا مروح لبيته. ما كنتش على دراية كاملة بالمكان المحيط بالمركز، وأول مرة أكون في المنطقة دي. قدامي طريق واحد عشان أطلع على طريق المواصلات، وكان الطريق ده طريق مقابر. اترددت في البداية، وما كانش قدامي اختيار تاني. مشينا في الطريق المشؤوم، وكان الطريق ضيق جدا وشبه الممرات، وكله ضلمة ومفيش غير عمود نور واحد في نص الطريق. عدت دقايق واحنا ماشيين في الطريق، وما كانش في حد تاني ماشي معانا في الطريق. بدأنا نسمع صوت رجل ورانا، وكان كل مرة بنبص فيها ورانا ما بنلاقيش حد. وبدأنا نسمع صوت صراخ أطفال وبكاء سيدات، وكل ما نبص على مصدر الصوت ما نلاقيش حاجة غير الظلام الدامس. ثم ظهر رجل فجأة، لقيناه بيقرب علينا ومعرفناش نتمكن من رؤية ملامحه، بس كان لابس جلابية طويلة وعدى من جنبينا، وكانت ملامحه غريبة جدا. ألقينا عليه السلام لكن مردش علينا. بصينا ورانا بعد ما عدى من جنبنا واحنا مرعوبين جدا، فكانت الصدمة جماعية لما لقينا الراجل اختفى وكأن الأرض انشقت وبلعته. كملنا طريقنا وكأن شيء لم يحدث، مع إننا كنا مذهولين ومرعوبين من اللي حصل. وفجأة لمحنا بنت نايمة على أحد القبور وتبكي بشدة وتصرخ، ثم توقفت عن البكاء وبصت لينا، وقفت في مكاننا ومحدش عارف يتحرك من الرعب، وكأن قوة منعتنا من الحركة. لقيتها بتشاور علينا، وبالتحديد أنا، ورجعت تبكي تاني وقامت من مكانها وبدأت تقرب علينا. ومن رعب الموقف وواحد من صحابنا مغمى عليه. في نفس اللحظة بقت البنت قريبة مننا جدا، وقدرنا نشوف ملامحها ووشها كان محروق، وأنا مش قادر أستوعب اللي بيحصل. فجأة بدأت ترجع لمكانها تاني واختفت في الضلمة، ورجع صوت الأطفال. حاولنا نفوق صاحبنا لكن مش عايز يفوق بكل الطرق، فقررنا إننا نشيله ونطلع بيه من المكان ده. مفيش دقايق وقدرنا نوصل لآخر الطريق، وكل واحد فينا رجع بيته. لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ. نفس اليوم بدأت أحلم بالبنت اللي كانت بتبكي، والموضوع اتطور وبدأت أسمعها بتندهني بهمس وتصرخ. بعدها بكام يوم بدأت تظهر لي شخصية، وكان وشها شاحب وعينيها شديدة السواد، وأغمى عليا من المنظر. صحيت بعدها وكأني قمت من التراب فعلا، لأني شفت في أحلامي حاجات غريبة، ناس بتتعذب وأشكالهم غريبة. ومن بعدها تعبت نفسيا، وبقيت أرجع البيت ألاقي رموز وكلام غريب مكتوب على الحيطة. رحت للشيخ وقال لي إني ملبوس، وجي معايا البيت، ولكن كل شيء اختفى بمجرد دخول الشيخ إلى البيت. وحسينا ساعتها بزلزال. بدأ الشيخ يقرأ آية الكرسي بصوت عالي، وبدأنا نسمع صوت سويت، وبدأنا نحس بحركات سريعة حوالينا. وفجأة الصوت وقف والهز وقف. الشيخ قال لي ده درس تتعلم منه، انك ما تخشش مقابر تاني بالليل، وتخلي بالك من تحت رجلك لانك دوست على عظم. ومن ساعتها اقتربت من ربنا وبقيت اصلي. ودي كانت قصة احد المتابعين. وانتم كمان لو عندكم قصة اقترحوها علينا في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا دعمنا لنشر محتوى